البسبوسه بطريقه سهله جدا وبسيطه وازاي تسويها صح في الفيديو ده. اعمل له حفظ علشان تعجبك الطريقه. يلا بينا. اول حاجه معايا 200 جرام سكر او كوبايه سكر، اضيف عليهم 100 جرام عسل او قطر او شربات اللي هم يطلعوا نص كوبايه اهو، ده انا كنت مجهزه قبل كده وموجود عندي. اضيف عليهم 150 جرام سمنه، ويا ريت تكون السمنه دافيه، واخيرا 150 جرام حليب ويا ريت يكون دافي وكمان زي السمن. هخلط المكونات دي كويس مع بعضها كده لمده دقيقه لغايه ما كل حاجه تدوب مع بعضها كويس. بعد ما دوبت المكونات دي مع بعض كويس هبدا اضيف المكونات الجافه. اول حاجه هضيف 600 جرام سميد او دي سيمولينا اللي هم هيطلعوا 3 كوبايات بالحجم ده. واخر حاجه هضيفها 50 جرام جوز هند اللي هم هيطلعوا كوبايه الا ربع بالظبط. وهخلط المكونات دي مع بعض كويس. اول حاجه هنعملها في الصينيه اللي احنا هنسوي فيها البسبوسه، انا استخدمت القالب ده بس القالب ده بيعادل صينيه البيتزا مقاس 32 او صينيه الومنيا مقاس 32. هبدا دلوقتي كده اول حاجه هدهن القالب ده بشويه سمنه كده من تحت. طبعا ما ننساش كده الجناب ان احنا ندهنها برضك معانا عشان دي بتدي قرمشه حلوه كده للبسبوسه من الطروف. انزل البسبوسه، هبدا افرد البسبوسه في القالب وهبدا كده اديله خبطتين كده على ايدي كده، بقى هحط كده شويه سمنه كده وابدا امشي بايدي كده على القالب علشان اسويه كويس. بعد ما سويت البسبوسه في القالب كويس هبدا ان انا اضيف بندق، ده بندق طري كده. البسبوسه بتاعتي جاهزه على التسويه، ما فاضلش غير انا ادخلها الفرن. طبعا انا مسخن الفرن للحصول على احسن تسويه للبسبوسه، بنحطها في الرف اللي في الوسط وبتكون مولعين النار لتحت درجة حرارة 180 او نار متوسطة لو مش تعرف تقيس درجة الحرارة. هندخلها الفرن لمدة 40 دقيقة، وبعد ال 40 دقيقة دي هنبدأ ان احنا نشغل الشواية 5 دقايق هنحمر بيها وش البسبوسة. والبسبوسة في الفرن هبدأ اجهز العسل او الشربات او القطر زي ما تسموه. اول حاجة هضيف كوبايتين سكر، على كوبايتين السكر دول هضيف كوبايتين مية، السكر يكون قد المية لان البسبوسة عايزة شربات خفيف شويه. اهم شيء علشان البسبوسه ما تبقاش ناشفه لازم نسقي البسبوسه بالشربات وهو سخن، والبسبوسه تكون طالعه من الفرن وسخنه. والشربات بتاعي بيغلي كده، هنزل شويه فانيليا مع عصره ليمون، معلقه السمنه البلدي دي كده مع الشربات، بتخلي البسبوسه طعمها وريحتها في منتهى الجمال. بسم الله نبدا نسقي البسبوسه. طبعا كل الشربات اللي على الوش ده لسه البسبوسه هتشربه، هسيبها بقى تبرد براحتها خالص. كده البسبوسه طالعه ما شاء الله تسويه من تحت زي من فوق. انصحكم تجربيها بالطريقه دي وما تنسوش تحفظوا الوصفه عشان اكيد هتفرق معاكم بطعمها وريحتها. كل سنه وانتم طيبين.